لايت فور بيس ايفنت رح يمتد 30 يوم 30 يوم صحيح بيطلعوا من 1 ايار الى 30 ايار رح يكون ايفنت بيتضمن كثير من النشاطات بالشهر المريمي فاذا رح يكون قرب حريصة مش كثير بعيد بجنينه التليفريك اهلا وسهلا فيك مدام فيفيان بولوس تولن حضرتك مؤسسه جمعيه خبرينا عن الجمعيه وعن اهدافها قبل ما نحكي عن الايفنت جمعيتنا هدفها انه تجمع الاولاد المحرومين خلال نشاطات ترفيهيه بتقوم فيها بكل هي تايم فور شيرينج صارت عامله فوق شغله اكثر من 15000 ولد بالعالم بين براغ سلوفاكيا بحرين مالطا لبنان بلشت بحركه وصارت جمعيه بال 2002 بلبنان وين ولدت هالجمعيه اذا هالقد عم تبرم بالعالم؟ وين كان وين يعني كان اول لوكيشن لألو؟ اول لوكيشن كان ببراغ كانت حركه مثل ما قلت لك على الويب سايت وجمعنا فوق 800 ولد بنهار واحد فتنا بالجينيس بوك اول نهار نعم قدموا لنا ستيج عملنا روك كونسرت اتسترا كيف خلقت هال خلقت الفكره انه ليش الاولاد ما فينا ندعمهم بطريقه عندنا لكجري تايمز للاولاد فينا نقدم لهم نشاطات بيحلموا يروحوا لها اكيد ما عندي ميتم بشتغل مع كل دور الايتام والولاد الحالات الاجتماعية وفكرتنا اجت انه ليه ما بنعطي شوي من وقتنا لان كل الناس فيها تعطي شيك او تقدم اكل صحيح. او بس نعطي من وقتنا لهالولاد نعطيهم وقت مميز يحلموا يقوموا بنشاط معين عم نشوف بعض الصور لوين عم ياخذونا الصور هولي مش هني هولي مش هن دكر فاذا رح يكون الايفنت ابتداء من اول ايار بحدائق التلفريك كيف بنقدر نوصل اول شيء لهالمطرح بالتلفريك لازم نطلع الحدائق التلفريك فيكم تطلعوا بالتلفريك رح يكون في كمان اسعار تشجيعيه من 7 لل 10 بالليل كل يوم للاولاد تطلع مجانيا فيكم تطلعوا مزار حريصه وتنزلوا بالفينيكولير او تاخذوا المشاة اللي بتنزل الطريق المشاة اللي بتنزل من حريصه على التلفريك او فيس فيرسا من التلفريك لحريصه شو رح يتضمن هالمهرجان؟ رح يكون في حرفيه موسيقيه نشاطات للاولاد اشياء مونه رح يكون في معرض بس على مدى شهر كامل على يعني على مدى شهر كامل من 3 لل 10 بالليل كل يوم ورح نضوي جبل من فوق ل 12 بالليل لانه هيدي نداء للسلام من خلال وجود الإضاءة فوق دونك رح نقوم بهالنشاط و 31 أيار حيكون في ريسيتال كبير مقدمته الجمعية من خلال وجود أولاد لفرقة غسان مخيبر لبام وتينار سامي ورانيا مراد رح يقدموا هالريسيتال لكل الموجودين ومسرحية ببيت عنيا لكل دور الأيتام رح يكون عنا تقريبا بال 400 جمعية رح يكونوا معنا أولاد هاي دول بآخر الشهر بآخر الشهر نحتفل بعيد العالمي للطفولة رح يكون أول حزيران دونك نختتم هالمعرض اللي مدت شهر طويل بهالريسيتال بساحة حريصة عم نشوف بعض الصور هذه أول مرة بينقام بيصير مهرجان من هالنوع ورح يكون في لكن نشاطات للأولاد كل ساعة حيكون في حرفية موسيقية ولوحة رح تنعمل مباشرة من برنار رنو 31 ايار وكل كل احد وسبت حيكون في فنانين موجودين فوق دونك ندعي الجميع ليشاركوا معنا بهالمعرض ان شاء الله الكل بيكون مهرجان يعني رح يتضمن كثير من الاشياء مين يلي عم يتعاون معكم وكيف قدرتوا جمعتوا هالكم من الفنانين ومن الحرفيين ومن الاشخاص كمان يلي عندهم اشياء يعني يعرضوها او يفرجونا اياها بما انه هيدي مبادره للكوميونتي لكل الناس تشارك فيها دقينا على ابواب ناس كثيرة اللي بيحبوا يشاركوا يقدموا شيء فني لانه عم نقدم شيء تراثي وفني وقدمنا لهم طريقه يقدروا يعرضوا فيها كمان يخبروا عن شغلهم ويشاركوا معنا لندوي الجبل اكيد هالشيء وبيكونوا عم يشاركوا للايتام تطلع بهالتواريخ كلها لان شهر المريمي اكيد اكثر شيء فيه ناس بتطلع حريصه وتعاوننا مع كمان السانكتوير بحريصه لا يفتح لنا مجال نقدر خاصة أول مرة بتصير يعني نقدم هالشيء لا في دخولية في لا المهرجان مجاني برجع بقول دخولية مجانية بس اللي أخذين الكيوسك شاركوا مثلا الحرفية عندك المونة أخذوا ستاند لشهر كامل ليقدروا يتفرجوا شو عندهم هن يقدموا دانتيل بروتون
صابون. خلينا عندنا ناس من الشوف اجت تقدموني وتصوير فوري. حيكون في مثل متحف صغير فوق كمان بالجنينات. وهالرسامين والفنانين اجتنا فكره انه بنعمل شيء شوية تراثي كولتورال كمان يكون شيء فني للعيال تطلع مع اولادها وتنبسط. ونشطت كل ساعة مجانية عم بتصير فوق بالحدائق. بهالوقت اكيد رح يعني بما انه شهر المريمي بيكون في اداديس كل ساعة او كل ساعتين وبيكون في يعني نشاط موجود بحريصة كمان بيستفيدوا منه بنفس الوقت. بيكون في جوائز للحضور كمان لانه رح يكون في اشياء كثير مميزة بوجودهم عنا. دونك عم ندعي الجميع يشارك معنا. اهلا وسهلا فيك مدام فيفيان بولوس تولن. فاذا الموعد ببلش ب1 ايار بحدائق التلفريك وبيستمر لاخر الشهر ل 31 ايار. مشاهدينا وقفه هلا ونرجع نتابع لايف.